GFX Academy. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات gfxacademy.net. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من حلقات ترجمة فيديوهات موقع فيديو كوبايلوت. كلامنا النهاردة يكون ان شاء الله هيكون على ال 2D depth of field. درس بسيط وسهل وبيعمل محاكاة لل depth of field او عمق المشهد او عمق الكاميرا بس بطريقة 2D. بالمناسبة اللينز بلر من البلوجنز المهمة جدا وقوية جدا، وعلى فكرة ممكن تغنيك لو انت شغال 3D وعايز تعمل ديبس اوف فيلد في ال 3D الى حد ما يبقى صعب شوية ورخم شوية، على اساس انك انت في مثلا في السينما 4D تمام عندك الفرونت ديبس والرير ديبس، فبتعمل لك مشكله او ما بتتظبطش بدرجه مظبوطه. ممكن تطلع من السينما ديبس ماب وتدخلها للافتر افكت وتاخد الديبس ماب كديبس ماب شانل او ديبس ماب لاير لللينز بلر، وتشتغل الديبس اوف فيلد من الافتر افكت، يبقى سهل جدا وبيبقى فيه كنترول احسن من ال 3D. عامة مش هنخش نتكلم فيها قوي، يعني موجودة في التدريبات المجانية او في الكورس المدفوع بتاع السينما 4D ميجا تريننج، اتكلمنا عليه بالتفصيل الممل. نخش دلوقتي نشوف احنا نعمل ايه. ده اللي احنا هنعمله. طبعا هو الفوتج دي مختلفة عن الفوتج اللي هو اشتغل عليها اصلا، ما اعتقدش انها موجودة على الموقع بتاعه، لكن الفوتج دي من التدريب رقم 16 تمام. نزلوها هتلاقوا الفيديو دوت. طبعا زي ما انت شايف في بلر على بداية الفيديو زي ما انت شايف، وبعد كده بيبدأ الحاجة اللي في الاخر العربيات دي تبدأ توضح كأنه بيشوفها او كأن الكاميرا بتصور او بتعمل فوكس على العربيات دي كأنه رايح عليها بالظبط. طيب تعالوا نشوف الفيديو الاصلي. لو انا خدت الرننج دوت ام او في هلاقي ده الفيديو الاصلي او الفوتج الاصلية، هلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعمل بلر على الناس دي وبلر على الراجل ده، ولما يقوم ويجري يبقى في فوكس او تركيز على العربيات اللي ماشية على الطريق. طيب مبدئيا انت هتروح تجيب تكتب لينس، هيجي لك لينس بلر، اسحب لينس بلر على الرننج. اول ما بتحط اللينز بلر زيه زي اي بلر في الدنيا بيبوظ لك الحواف بالمنظر ده. كل اللي عليك تعمله هتقول له ريبيت ايدج بيكسلز عشان يشيل لك البيفلز اللي موجوده على الحواف. طبعا لو انا مشيت كده تمام ولا في اي حاجه وعباره عن بلر عادي. لكن امتى ما يبقاش بلر عادي؟ لو انا اديت له خريطه يشتغل عليها الديبث بتاعه. خلي بالكم ان اي برنامج فيه كلمه ماب بياخد خريطه ابيض واسود، سواء لموفمنت لحركه او سواء لإفكت زي الديبث اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا ابيض واسود ممكن اتنين افكت يديهم لك اللي هم الرامب وال الكالوراما لما لو اخترت رامب جراي. طيب هنروح للاير نيو سوليد، وفي معلومه اقول لكم دلوقتي، هنسمي دي ديبث، مش شرط يبقى اسمها ديبث، اي اسم يعجبك خدها تحت. روح بعد كده حط رامب بالمنظر ده كده، وطبعا نداري دي عشان مش عايزينها، خلوا دي فوق عشان تشوفوها الرامب بالشكل ده، نداري دي عشان مش عايزينها. واروح للرننج واقول له ان الديبث ماب بتاعك اللي هي الديبث بالمنظر ده. طبعا زي ما انتم شايفين ولا عمل حاجه. ليه؟ معلومه وتبقوا عارفينها دايما في الافتر افكت، اي افكت في كلمه ماب لير لو انت حطيت سوليد وحطيت على الافكت اللي هو الماب او الخريطه بتاعت اللون ورحت مديها له على طول عمره ما يشوفها. ليه؟ لان في الحاله دي الافكت بيشوف لون السوليد الاصلي اللي هو الجراي اللي هو اللون ده، بيشوف ده، ما بيشوفش الافكت اللي عليه اللي هو الرام، ما بيشوفش ده. ليه؟ لانها سوليد. لازم علشان يشوف الافكت اللي عليها تعمل لها بريكومبوز، بس في الحاله دي بريكومبوز بتقوم مقام الفلاتن في الفوتوشوب او السمارت اوبجكت في فوتوشوب. لو انا عملت كنترول شيفت سي قلت له موف اول اتريبيوتس عشان يعمل لي دي كفلاتن ايمج، هعمل اوكي بالمنظر ده واسحب دي تحت واشيلها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين بدا يديني الافكت. لو عملنا دبل كليك هنلاقي ان الابيض هو
اللي بيبقى قريب من الكاميرا قوي، والاسود هو اللي بيبقى واضح او بعيد عن الكاميرا. طبعا لو انا عايز اظبط الافكت بتاعي احسن من كده، ممكن افتح الماب في كومب فيور والفيديو في كومب فيور. لو انا رحت للماب ورحت للسهم اللي موجود فوق النافذه او في الشاشه بتاعت الكومب فيور او البريفيو، اضغط عليها واقول له نيو كومب فيور، اسحب الكومب فيور واحطه بالمنظر ده كده، واعمل انلوك للبريفيو ويندو دي بحيث ان تبقى دي مع التايم لاين بتاع الديب في كومب، واقوم اعمل لها لوك. اجل دي واقلب للرننج واقوم اعمل لها لوك، اصبح الكومب دي مع التايم لاين ده والكومب دي مع التايم لاين ده. لو انا جيت غيرت في دي هشوف التغيير هنا اوتوماتيك في الريل تايم. لو انا رحت للرامب وجيت شديت ده لتحت، تمام، طلعت ده مثلا لفوق، هلاقي زي ما احنا شايفين الرامب ادى الديبس بتاعه هنا وده واضح. طيب انا كده ظبطت الرامب المبدئي بتاعي او الديبس المبدئي بتاعي. اقفل دي بقى مش عايزها، وتعالوا نقفل دي كمان واشتغل على دي. هاجي بعد كده هظبط بقى ان امتى يقفل هنا ويفتح هنا او يقفل هنا ويفتح هنا من البلر فوكال ديستانس. تقدر تقول على البلر فوكال ديستانس اللي هي فتحه عدسه الكاميرا اول ما تبدا تصور. طبعا بتلاقي بلر وبعد كده تبدا المشهد يوضح، زي بالظبط كانك قايم من النوم لسه، اول ما بتفتح عينك بتلاقي الدنيا مزغلله قدامك وبعد كده بتبدا الدنيا توضح. نفس القصه بالظبط في فتحه عدسه الكاميرا. لو انا جيت هنا كده بالشكل ده هنا عند الحته دي بالظبط، ورحت جاي عامل كي فريم للفوكال ديستانس، ورحت زائقها بحيث تبقى واخده الحته اللي قدام دي بحيث ما يبقاش الـ 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 العربيات دي باينه بالمنظر ده، وهنا كده خلاص بالشكل ده خلاص هزود او هخليها زي ما هي. طبعا هضغط يو واحطها زي ما هي بالمنظر ده، وطبعا وهو بيجري لقدام دي بتبدا توضح. اقلل تمام بالمنظر ده كده، فيبدا المشهد يوضح بالشكل اللي احنا هنشوفه حالا اهو. كل ما في الموضوع بس ان انا هزود الايرز راديوس، تقدر تقول عليه البلر سترينجز، هخلي مثلا وليكن 25 بالشكل ده كده بالشكل ده. بصوا بقى هيبدا هنا كده يجي يبدا الطريق ياخد الوضوح بتاعه تمام. اعتقد ان انا طالما زودت دوت ممكن نظبط كده، لا كده تمام مفيش مشاكل. ممكن نخليه اقل من كده سنه بحيث يوضح بدري كده تمام، بدأ الطريق يوضح. طيب تعالوا عشان يبقى الموضوع سموز، رايت كليك ايزي بالمنظر ده كده. طب كده تمام عملنا الديب سوب فيل، تعالوا بقى نشوف الشكل بتاعه عامل ازاي. تعالوا نشوف بقى الشكل النهائي زي ما احنا شايفين. بصوا الطريق كان هو المعمول بلار، ساعه ما بيبدا يقرب له بيبدا الطريق يوضح، وهنا هيتعمل البلر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كان الكلام على اللينز بلر. على فكره هنستخدمه كتير ان شاء الله في تدريبات قادمه. شكرا ليكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من gfxacademy.net.